اضراب احنا معاهم. عبر من خلال هذا الاعتصام عن تضامننا معهم ووقوفنا الى جانبهم، خاصه مع اسرانا واسيراتنا المرضى، ومنهم على سبيل المثال الاسير البطل وليد دقه الذي يعاني من مرض السرطان. نحن اليوم من امام الصليب الاحمر نطلق صرخه لكل المؤسسات الانسانيه، لكل المجتمع الدولي، بان هؤلاء الاسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال انما يتعرضون لكثير من وسائل القمع، وسائل الابتزاز، وسائل الاعدام البطيء، ونطالب هذه المؤسسات بالتدخل من اجل حق هؤلاء الاسرى بالعيش بحرية وكرامة. اليوم جينا للاعتصام لنوصل رسالتنا لقيادتنا ولكل المؤسسات الحقوقية، نتابع موضوع أسرانا بشكل عام وموضوع أخوي عساف بشكل خاص. أخوي عساف امبارح تعرض لنوبة قلبية وتم نقله على أثرها إلى مستشفى السروكة، ولغاية الآن ما فيش عنا أي معلومات عن وضعه الصحي.